نواب غاضبون يهاجمون العباد ويمنعونه من تقديم تشكيلته الوزارية. المعارضة السورية المحسوبة على روسيا تطالب بوفد موحد ومفاوضات مباشرة مع النظام. نظام الأسد يقتل 30 شخصا في حلب، بينهم 8 أطفال. رئيس الوزراء التركي يتحدث عن إجراءات إضافية على الحدود مع سوريا لوقف هجمات داعش. انتهاكات الميليشيات تنعكس على الحوار اليمني في الكويت. الجيش الوطني في اليمن ينتشر في المكلا بعد طرد عناصر القاعدة من حضرموت. واشنطن تدفع بقاذفات استراتيجية لدعم حلفائها في الأطلسي ضد التهديدات الروسية.